وهنا فيما يتعلق بالثلوج التي سقطت، هنا أمور. أولا، بعض المحلات التجارية كتبت، وهذا يشمل الشتاء والصيف، كلامي هنا يشمل الشتاء والصيف، بعضهم يقول التحكم بالأجواء، يعني هو عمل دعايات وأرسلت في وسائل التواصل التحكم بالأجواء. التحكم بالأجواء هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف. الذي يتصرف ويتحكم في الأجواء هو الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، فليتنبه. قد تصدر من هؤلاء من غير قصد، وقد جرى وجاءني مقطع صوتي عبارة عن نكتة، هم يظنون أنها نكتة مسجلة، يظنون أنها نكتة لكنها في الحقيقة فيها شرك، فيها إخلال بالعقيدة، يعني مثل بعضهم. وأنا أقولها لأنها قد تصدر في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، يعني مثلا بعضهم يقول نحن شتاء ابن مطر ابن برد، أمرنا بما يأتي، إقالة الثلاجة وتعيين السخانة ونكت. هم يظنون أن الأمر يسير في مثل هذا الأمر، وهذا خطير، هذا خطير، الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعند الترمذي وأحمد عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه، نسأل الله السلامة والعافية. فليتنبه. حتى إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية في تصوير فيديو وصلني، وسيارات من الحطب، وهذا كمثال، وقد يصدق على أمثلة أخرى في الشتاء وأمثلة في الصيف، الكل واحد ويتحدى الريح الباردة، يقول نحن لك بالمرصاد، نتحداك، ويسب ويشتم فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الذي يصرف الأيام والأجواء هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وابن ماجه قال: لا تسب الريح فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وهؤلاء يظنون أنها نكت، يعني هذا من كثرة الفراغ وأيضا من قلة العلم، ويظنون أنهم يبلغون بهذا مبلغا عظيما عند الناس. والله إن من سقط من عين الله، وكلمة من سقط من عين الله وردت في حديث وإن كان فيه ما فيه، ولكن أتى بها السلف يعني من باب التنبيه، من سقط من عين الله أراد بذلك أن يتقرب إلى الناس فإن الله سيسقطه حتى من أعين الناس. يعني من الفراق أن الإنسان يمسك بجواله في أي مكان ثم يتحدث، يعني نحن بين بليتين، إما أن يتحدث من باب التنكيت كما يقال وإذا به يأتي بالطوار، أو أناس نصبوا أنفسهم علماء أو طلاب علم ويتكلمون في أحاديث موضوعة وفي آثار مختلقة وإذا بهم يرسلونها إلى الناس. ولذلك مسعر بن الكدام الذي تحدثوا عنه فيما مضى ماذا يقول؟ يقول ابن الأثير عنه، يقول: والله إن مسعر ليتمنى أن ضرسه قد قلعت وأنه لا يسأل عن حديث، يريد الفكاك. حتى قال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول وددت من المودة، من خالص الحب، يقول: وددت أن الأحاديث قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت حتى لو أسأل، لكنه يخشى من كتمان العلم. ومع هذا كل بعض الناس يفعل هذه الأفاعي، فلنتق الله عز وجل ولا تكن هذه الوسائل أبواب شرور علينا. وفيما في العقيدة